بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه إلى يوم الدين. ما بعد، سعدت اليوم أن نلتقي ببعض الإخوة الكرام، وقد أتوا لتجربة هذا الممشى بجبل الحوراء المطل في الجانب المطل على حي التراث. وهؤلاء الإخوة، اللي اسمه الكريم عبد الله بن خلفان بن حمد الريامي. الله يحييك الأخ عبد الله. والاسم الكريم محمود بن خلفان بن حمد الريامي. والاسم الكريم طبعا الأخ مازن، ما شاء الله من جيران حي التراث. الأخ عبد الله، وأنت ترى هذا الممشى الجديد الذي قام الأهالي وبعض الفرق الرياضية بإصلاحه وتهيئته، ما هو انطباعك عن هذا الممشى؟ مكان رائع وجميل، يعني مكان يحث للرياضة. جميل، مكان فيه طبيعة خلابة، فيه صخور متنوعة، فيه أشجار، نعم، فيه جبال، فمكان مشجع جدا للمشي. نعم، مبادرة جميلة صراحة، طيبة. الأخ محمود، وأنت أيضا تمر في هذا المكان، ما أهمية وجود ممرات المشي الجبلي؟ والله أهميتها فرض يعني في كل ولاية هذا موجود، لأنه مثل ما شايف الأخ الحين يعني يشجع للرياضة، يعني نشي جيل رياضي، نعم، وصحي، نعم، ونفس الشيء يعني على طرق الأقدام، يعني مثل ما صار أول كان مشي عن الأقدام، يعني يفترض أن نتبعهم يعني في هذا الشيء، ويكون نصيب من هذا يعني جزء من هذه الرياضة، يعني أقل شيء. جميل، ما يكون نعتمد على السيارة دائما يعني في رحلاتنا. نعم، جميل. أعود إليك الأخ عبد الله مرة أخرى، ما الذي يحتاجه هذا المكان لتطويره؟ طبعا الشباب ما مقصرين، ما شاء الله مأجلين كثير، فلو يكون في إنارة طبعا للمشي الليلي، لكن طبعا أتمنى أن تكون الإنارة أرضية، ما تكون قوية، بحيث أيوة تشيء من الخصوصية. جميل، فقط تضيء الأرضية عن الحشرات والأفاعي والعقارب الموجودة طبعا، ونتمنى أنها ما تكون موجودة. نعم، والشيء الآخر زين يكون في لوائح. نعم، لوائح تشجيعية، أيوة، تعطيك كم باقي المسافة، كم قطعت، شيء تعطي توعية من الحماس. جميل، كمان نفس الشيء ممكن تعمل لوائح عن الطبيعة الموجودة، مثل الصخور، ايش انواع الصخور، كان الاعتماد على متخصصين في الجيولوجيا طبعا، ايوه، يعطيكم تفاصيل ايش هذه الصخور انواعها. جميل، هي بركانيه، كربونيه، او اي شيء اخر يعني. فنفس الشيء يعطي نوع من السياحه. جميل، يمكن يتوافد الناس لمعرفه المكان اكثر. جميل. الاخ محمود، ما هي النواقص اللي تراها؟ يعني هذه المرحله الاولى او المبدئيه التي قام بها الذين قاموا باصلاح هذا المكان، ما هي النواقص والتي ترى أنه ممكن تكمل وتطور من هذا العمل؟ والله أول شيء هي الجهود مشكورة صراحة، يعني يعجز الشخص أنه يعني يتكلم عنها، ما شاء الله جهود جبارة من هنا الطريق. أيوة، ما شاء الله، وهي يحتاج لبعض الإضافات. أيوة، مثل ما أتلف يعني بعضها لوايح. أيوة، يكون الناس تحيد يعني هذا المكان. جميل، ونفس الشيء إذا كان يلحظ بعض من الإنارة يعني مشان يكون انه في الليل يعني الناس تمر يكون بدون اي مشكله، يعني سبحان الله عن الحشرات او اي شيء يكون. ويحتاج لبعض زياده يعني شويه توسعة يعني، لكن هذا بمرور الوقت ان شاء الله راح يتوسع وراح يعني يكون افضل، في افضل وافضل ان شاء الله. ما هي رسالتك للاخرين؟ والله رسالتي انه يخطو هذه الخطوه يعني ويواصلوا العمل. نعم، وجهود مشكورة وجزاكم الله خير. آمين. الأخ عبد الله، رسالة توجهها للآخرين. نعم، طبعا أتمنى أن الناس تتجه للمشي والرياضة، فأصبحت وسائل الراحة اليوم تخلي الإنسان يعني جسمه في مشاكل صحية. نعم، خاصة عندنا العادات الغذاء السيئة. نعم، نوعا ما. لو ننظر لشيابنا حتى شربة الماء، نعم، يسع عيونها مشي. نعم، للعيون وللأفلاج، بينما اليوم تجيك شربة الماء للكرسي. صدقت، فاحنا محتاجين انه نغير، نمشي، نركض، ونتغذى صحي. نعم، نتمنى ان تختفي مشاكل العصر من امراض السمنة، وامراض السكري، وامراض الضغط، ونتمنى الصحة للجميع ان شاء الله تعالى. نعم، بارك الله فيك. سعدت حقيقة كثيرا باللقاء معكم. جزاك الله خير. ما شاء الله من الجبل الأخضر جايين هنا،
ومن يزكي جزاكم الله خير، سعدنا بكم، الله يوفقكم. وظاهر الشمق تقدمنا، ها يلا الله يوفقكم.